يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وآله وسلم عليهم جميعا. إشارة إلى كتاب عمادة كلية الفنون الجميلة المرقم 7/18/1987 في 11/10/2023، تقرر تشكيل لجنة مناقشة لطالب الدراسات العليا الماجستير تحسين علي حسين قسم الفنون التشكيلية رسم حول رسالته الموسومة الأبعاد الجمالية والتقنية للتحنيط في التشكيل المعاصر من السادة المدرجة أسماءهم وأدناه السادة المساعد الدكتور علي عبد الله عبود فنون تشكيلية تخصص فنون تشكيلية رئيسا جامعة البصرة رئيسا الأستاذ المساعد الدكتور أنوار علي علوان فنون تشكيلية تخصص تربية تشكيلية جامعة بابل عضوا الأستاذ المساعد الدكتور أسيل انتصار هاشم فنون تشكيلية تخصص رسم جامعة البصرة عضوا الأستاذ المساعد الدكتور بان محمد علي حسين فنون تشكيلية رسم جامعة البصرة عضوا ومشرفا. ويكون موعد المناقشة اليوم الساعة 9 صباحا في قاعة المناقشات للدراسات العليا بالكلية، علما أن الرسالة قومت علميا من قبل الأستاذ المساعد الدكتور ندى عايد يوسف كلية تربية أساسية جامعة المستنصرية والأستاذ المساعد الدكتور مهدي عبد الأمير إسماعيل كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، وقومت لغويا من قبل الأستاذ المساعد الدكتور كفاية مذكور شلش جامعة البصرة كلية الآداب. نتمنى للطالب أن يكون مستعدا للمناقشة، وقبل الخوض في غمار هذه المناقشة أدعوكم للوقوف لقراءة سورة الفاتحة على شهدائنا وشهداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم الصمد لم يلد. شكرا جزيلا، أحسنتم. ابتداء أرحب بالسادة أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ المساعد الدكتورة أنوار علي علوان من جامعة بابل، أهلا وسهلا بك في مدينتنا وهي مدينتك إن شاء الله، والأستاذ المساعد الدكتور أسيل انتصار هاشم والأستاذ المساعد الدكتور بان محمد علي وولدنا الطالب تحسين علي والضيوف الكرام، أسعد الله صباحكم. أرحب بالدكتورة أنوار ضيفتنا وأختنا العزيزة ونورتي البصرة. سيرة ذاتية للطالب تحسين، هو من مواليد القرن في عام 1975، تخرج من كلية الفنون عام 2004، يعمل حاليا مدرس لمادة التربية الفنية، عضو نقابة المعلمين وعضو مؤسس لمنتدى القرن الثقافي، وله العديد من المشاركات في المعارض الفنية. في البدء أرحب بالسادة والسيدات جميعا وعلى رأسهم أعضاء اللجنة السيدة إن شاء الله ضيفتنا الدكتورة أنوار علي علوان، وأقولها الله يساعدك قواتك الله وإن شاء الله ببيتك الثاني. كما أرحب برئيس اللجنة لجنة المناقشة دكتورنا الرائع والجميل الدكتور علي عبد الله عبود الكناني عميد كلية الفنون الجميلة، وأيضا أرحب
دكتورتنا الرائعة واللطيفة دكتورة أسيل انتصار، كما ورحب بالأستاذة المشرفة الدكتورة بان محمد علي صاحبة الخلق الرفيع، فقد كانت لي خير عون وناصر أمين، وكانت لا تبخل علي بالنصح والإرشاد. ملخص البحث: عد التحنيط من الفنون الغامضة والمثيرة للجدل في كثير من جزئياتها، وأدى ارتباطها الوثيق بالموت والحياة والبقاء والفناء إلى زيادة الإثارة فيه. وبما أن الأجساد تتألف من مواد عضوية فهي قابلة للتلف والتحلل بمرور الزمن، فمن هنا نشأ التحدي في كيفية الحفاظ عليها سالمة. فخرجت أول التجارب فكانت ضمن النماذج التحنيط الطبيعي، حيث وجدت تلك الجثث مدفونة في أرض رملية جافة، وساعدت حرارة الشمس المرتفعة على تجفيفها من السوائل أو برودة الجو ووجود الثلوج في مناطق أخرى. فتلك كانت البدايات المحفزة على تعلم تقنيات التحنيط والتدرب عليها وتطويرها خلال العصور اللاحقة، فأدخلت إلى تقنياتها جملة من المواد والأدوات ساعدت في الوصول إلى نماذج فريدة ومكتملة في فن التحنيط، واستخدام مواد محلية كلا حسب تواجدها في مناطقهم، وبقيت على مر الزمن تتطور إلى أن وصلت إلى العصور الحديثة، حيث تعددت أغراض التحنيط وتنوعت، فعدت صفة الجمال مكملة لها، وأدخل فن التحنيط في كثير من مجالات الحياة وتداخل معها. لذا عنيت موضوعة دراستنا بدراسة جماليات تقنيات التحنيط في التشكيل المعاصر على وفق منظومة بحثية تضمنت فصول أربعة، وهي: الفصل الأول الإطار العام للبحث، وشمل مشكلة البحث التي أسس الباحث بالتساؤل الآتي: ما هي الأبعاد الجمالية والتقنية لفعل التحنيط كظاهرة واضحة في المنجز التشكيلي المعاصر؟ ثم شخص الباحث أهمية البحث والحاجة إليه وهدف البحث بالتعرف على البناء التقني للتحنيط وفق إتاحات المعاصرة وكيفية التداخل مع الخامات المختلفة ضمن العمل الواحد. ومن ثم حدد الباحث بالمدة الزمنية من عام 1955 إلى 2022 وضمن الحدود المكانية دول العالم، وعرج الباحث بتحديد المصطلحات الواردة في متن البحث ضمن السياق اللغوي والفلسفي والإصلاحي والإجرائي. وجاء الفصل الثاني لإطار النظري والدراسات السابقة مشتملا على مباحث ثلاث: المبحث الأول المحيط الفكري لتأسيس ظاهرة التحنيط في الحضارات القديمة، أما المبحث الثاني تعدد اشتغالات التحنيط في المنجز الإنساني، أما المبحث الثالث الانفتاح الجمالي للتشكيل المعاصر. وانتهى الفصل الثاني بما أفرز الإطار النظري من مؤشرات، واشتمل الفصل الثالث إجراءات البحث على مجتمع البحث ب 150 نموذجا، وعينت البحث التي حددها الباحث ب20 نموذجا، معتمدا المنهج الوصفي لتحليل المحتوى. ومن ثم جاء الفصل الرابع النتائج والاستنتاجات بعدد من النتائج، ومنها: أولا، حول التحنيط المعاصر النفايات الحيوانات النافقة إلى مظهر للجمال الفني وبالتقنيات المتاحة وفق الأساليب والطرز التشكيلية المعاصرة، وطرحها للاستهلاك والتداول الفني والجمالي. اثنين، إن مرتكزات فنون التحنيط المعاصرة قد شهدت انفتاحا في طرق العرض والإنتاج تبعا لآليات الإظهار وتقنياتها المختلفة، مما أتاح لها الانفتاح في صيغ معالجتها فنيا وجماليا وفق أسلوب المغايرة والخروج عن الأنماط السائدة في معالجة الجسد المحنط. ومن خلال النتائج التي توصلها الباحث إلى عدد من الاستنتاجات، ومنها: أولا، أظهر فن التحنيط المعاصر صفة الجمال الفني
لدى استخدام أجساد الحيوانات النافقة أو جزءاً منها، وشكلها وفقاً للتقنيات والأساليب المعاصرة. 2، تعددت أساليب وأدوات فن التحنيط المعاصر تبعاً لآليات ومقتضيات الفكر المعاصر القائمة على التعددية وعدم الثبات وتحديث اشتغالاتها الفكرية والشكلية، وبما يضمن استمرار النمو والتطور اللانهائي في المعرفة الإنسانية. ومن ثم خلص الباحث إلى عدد من المقترحات والتوصيات بما يتوافق مع سياق الدراسة، لتنتهي الدراسة بالمصادر وملحق للمصورات مجتمع البحث وملخص بالإنجليزي. الصفحة اللي بعدها 163 الاستنتاجات، أيضا تخليها عنوان رئيسي. هنا عندك النتيجة الأولى متطابقة تماما، الاستنتاج الأول متطابق تماما مع نتيجة واحدة، النتيجة الأولى. وعندك الرابعة تقول يعني على أجناس مختلفة وألوان متعددة من الفنون والمدارس الفنية المعاصرة. الصفحة اللي بعدها الواجهة الخاصة بالفصل الثاني، يعني أنا لاحظت أنه أنت بالمبحث الأول تتحدث عن المحيط الفكري لتأسيس ظاهرة التحنيط، وبالمبحث الثاني اشتغالات التحنيط في المنجز الإنساني. يعني أنا برأيي أن يكون هن مبحثين، أنت متناول التحنيط مؤسس له فكرياً ومؤسس له بنائياً، وأشرت لكل البدايات والأسر الحاكمة ويعني امتداد التحنيط على مر الحضارات وخصوصاً بالحضارة المصرية. شوي استوقفتني هاي الكلمة، صفة جمالية. أنت كاتب صفة جمالية، وين الجمال بالتحنيط؟ توظف يعني إلى مثلاً حقيبة أو قبعة أو كذا، يتحول إلى صفة جمالية. عندك صفحة 22 الفقرة الأخيرة، يبرر الباحث أهمية القصة في جوهر العبادات والطقوس الدينية لدى الشعب المصري، من حيث أنها تغلغلت بالمعتقدات الدينية منذ بداية العصور القديمة للتاريخ المصري وحتى عصر الأسرات. السؤال الأول أنه أنت التحنيط في التشكيل المعاصر، مو صحيح؟ يتضمن العديد من الأبعاد الجمالية والتقنية حسب ما موجود في عنوانك. ماذا تضمن من الناحية الجمالية؟ دكتور توظيف ألوان وأشكال أخرى، نعم، كان يكون مثلا يوظف للديكور، كان يوظف مثلا أعمال مثلا الأحذية، الأكسسوارات، الأزياء. يعني هل التحنيط أصبح هي وظيفة، يعني وظيفة يتيح للتعبير عن الجمال؟ نعم، هذا القصد. نعم. يعني هل التحنيط بجانب تعبيري عن الجمال؟ زين، من الناحية التقنية شنو يتطلب هذا الموضوع مال التحنيط؟ أنت اسمه أبعاد جمالية وتقنية، قلنا من الجانب الجمالي أنه هذا ينطي جانب تعبيري عن الجمال بمختلف الأشكال. يعني ممكن نستخدم مجموعة من المواد والأساليب لخلق أعمال فنية تحتوي على عناصر جمالية، وبالتالي أصبح هذا الموضوع بجانب جمالي. يعني أنا احتاجيت في عملي الفني أن أجعل من التحنيط لشكل معين أن يكون هذا يحمل بعدا شنو؟ جماليا. شكرا جزيلا دكتور علي رئيس اللجنة، والشكر موصل لأعضاء اللجنة المحترمين. بالحقيقة ملاحظات علمية وجيدة، وأتمنى من الباحث أنه كلها يخليها بعين الاعتبار، بما أنها هي أمانة علمية فإحنا نحاول نوصلها بأفضل صورة، ما نقول أحسن لكن بأفضل صورة. أستاذ تحسين، إذا كلكم تعرفون ظروفه ووضعه وانتقاله ما بين مشرف ومشرف، باعتبار هو كان مخلص الإطار النظري ويا المشرف الأول وإجا وياي بالفصل الآخر، فصار عنده مثل الفجوة أو فوهة ما بين المباحث، لذلك هو وقع بهاي الأخطاء من غير أنه مدته كانت قصيرة، وحاولنا أنه يحاول بأقصى يمكن خلال شهرين هو نضد الرسالة وكملها. الملاحظات كلها جيدة وما عندي أي مناقشة عليها، بالعكس أنا هم سجلتها ونحاول نرتقي بأفضل صورة. شكرا جزيلا.
أنا ما عندي بالضبط ملاحظات يعني هواي، بس أنا أول شيء أريد أشكر يعني حقيقة اللجنة، يعني جميعكم ملاحظاتكم قيمة وصراحة يعني سديدة، ويعني وأغلبها كنت أنا مستعجل بها مثل ما ذكرت الدكتورة، يعني كل أغلبها هي عبارة عن هفوات يعني وترتيبات لو طباعية، لو نقلها من شو اسمه كبسها، راحت الهوامش، بعض الفقرات انفتحت، وهاي الامور يعني باقي الامور انا ان شاء الله اخذ بها بنظر الاعتبار، وما عندي اي ملاحظه اخرى دكتور. شكرا. لا يوجد بحث او رساله او اطروحه خاليه من الهفوات. اللي احنا واجبنا كاعضاء لجنه مناقشه وممتحنين ان نقوم هذه الرساله ونظهرها بالشكل الاحسن. بصفتنا الان أربع مشرفين وليس مشرف واحد، فكل الملاحظات اللي ذكرت أنت يعني عليك أن تأخذ بهذه الملاحظات، وكلها تصب في مصلحة البحث حتى يقوم بشكل علمي رصين. وبنفس الوقت أنت الآن أمامك طريق إن شاء الله لإكمال رسالة الدكتوراة أو أطروحة الدكتوراة في المستقبل القريب، فهذه الأطروحة تسجل أو هذه الرسالة تسجل لك كمنجز علمي، مرر على أعضاء اللجنة وأبدوا ملاحظاتهم عليه، سواء كانت هذه الملاحظات بها نوع من القسوة، سواء بها نوع يعني يعني من ضوجك أو تحبط منك، لكن هي نهاية المطاف هي في مصلحتك أو في مصلحة الرسالة. شكرا جزيلا للجميع. الان نطلب من الساده الضيوف او الحضور اتاحه المجال لنا لوضع الدرجه للباحث. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله جرت مناقشه طالب الدكتوراه وطالب الماجستير تحسين علي حسين عن رسالته الموسومه الأبعاد الجمالية والتقنية للتحنيط في التشكيل المعاصر، الكلية الفنون الجميلة، القسم الفنون التشكيلية، الشهادة الماجستير. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي ذي العدد 7/18/3007 والمؤرخ في 15/10/2023 والمؤلفة من السادة الأستاذ المساعد الدكتور علي عبد الله عبود فنون تشكيلية جامعة البصرة رئيسا، الأستاذ المساعد الدكتور أنوار علي علوان تربية تشكيلية جامعة بابل عضوا، الأستاذ المساعد الدكتور أسيل انتصار هاشم جامعة البصرة عضوا، بمناقشة طالب الدكتور طالب الدراسات العليا تحسين علي حسين، سأتنبأ لك بالدكتور، حول رسالته الموسومة الأبعاد الجمالية والتقنية للتحنيط في التشكيل المعاصر في يوم الأحد الموافق 5/11/2023، واستنادا إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا، وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوع رسالته واستيعابه ودفاعه عنها، اتخذت اللجنة التوصيات التالية: أليف، قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها والمثبتة طيا وبتقدير جيد جدا. اللهم صل على محمد وعلى آله.